بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أفردنا لما خلقتنا له، لا تشغلنا بما تكفلت لنا به، لا تعذبنا ونحن نستغفرك، لا تحرمنا ونحن نسألك، نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أجب دعاءنا بكرمك يا مولانا، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قدمنا إخواننا الكرام في الحصة الماضية بعض التراجم عن المؤلف، وكذلك عن الشارح الشيخ محي الدين عبد الحميد، والآن سنقرأ شيئا من مقدمة الشارح الشيخ العالم العلامة الإمام محي الدين محمد محي الدين عبد الحميد. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلامه على عباده الذين اصطفى. هذا شرح واضح العبارة، هذا شرح واضح العبارة ظاهر الإشارة، يانع الثمرة، داني القطاف، كثير الأسئلة والتمرينات. قصدت به زلفى إلى الله تعالى بتيسير فهم المقدمة الآجرومية على صغار الطلبة، لأنها الباب إلى تفهم العربية التي هي لغة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولغة الكتاب العزيز. وأرجو أن أستحق، أنا قال أن أستحق بمعنى أن أنال، يستحق وحق له أن ينال الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. قال: وأرجو أن أستحق به رضا الله عز وجل، فهو خير ما أسعى إليه، وكذلك خير ما نسعى إليه. ربنا عليك توكلنا،